في أهل لهذه الليلة 6000 حالة بتر في السعودية سنويا بسبب السكري، ومطالبات بدعم موسم الحج ببرامج السياحة الدينية. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من يا هلا. اشكر دائما كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا، وننطلق من اكثر المقالات الصحفيه زيارتنا على مواقع الانترنت، والمقال الذي حظي باكبر عدد من التعليقات وايضا ابرز تعليقات القراء على المقال الاكثر تعليقا، اضافه الى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج يا هلا من الصحافه السعوديه. نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتب صالح الشيحي بعنوان من أي مجتمع جاء هؤلاء؟ يبدأ الكاتب بالأخبار الواردة من مجلس الشورى التي تقول أن عدداً من جهابذة الرأي والعلم والبصيرة، هكذا كنا نحسبهم، أسقطوا أول من أمس توصية تدعو إلى دراسة تأخير أداء صلاة العشاء. أسقطوها ببساطة دون أي مبرر، دون أن أجد جواباً لسؤال مباشر: ما الذي يمنع أن يتم تأخير صلاة العشاء ساعة واحدة على الأقل عن موعدها؟ ويذكر الكاتب حديثه على أحد القنوات قبل سنتين إنه لا يوجد نظام يمنع تأخير صلاة العشاء، فالحكومة تفرض على جميع المساجد في شهر رمضان المبارك تأخير صلاة العشاء ساعة واحدة بحجة منح الصائم وقتا ليتناول إفطاره. تم إسقاط التوصية للأسف، وهو ما يعزز قناعتي أن بعض أعضاء مجلس الشورى لدينا ليس لهم علاقة بهموم الناس ولا يعلمون عنها شيئا. ويختم الشيحي: اليوم لم أعد أتمنى استمرار تطبيق نظام شهر رمضان المبارك على شهور السنة بقدر أمنيتي معرفة هؤلاء الذين رفضوا الدراسة. من هم؟ من أي مجتمع جاءوا؟ من أي بيئة؟ وما هي مبرراتهم؟ المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب خالد سليمان بعنوان الفرق الذي أحدثته شركة المياه الوطنية. يقول: قبل أسبوعين قام مفتش شركة المياه الوطنية بقفل عداد المياه الخاص بمنزلي بسبب عدم سداد الفاتورة مع لصق إشعار بالقفل وطلب السداد، وهو تصرف صحيح، مع أنني كنت أتمنى لو أن الإجراء سبقه ملصق إنذار بالفصل. ويكمل سليمان قصته بقوله: قمت بالسداد الفوري، لكن إعادة فتح العداد استغرق وقتا أطول من المعتاد بسبب خطأ في بيانات الحساب، لكن هذا الخطأ كان فرصة لي لاختبار خدمات الرقم المجاني لشركة المياه الوطنية. ما لاحظته أنني في كل مرة كنت أتصل بها كان موظف سعودي مدرب ومؤهل يجيب على اتصالي دون إبطاء ويبادر بكل تهذيب للتعرف على بيانات المشترك، وكان يبادر لعرض الحصول على الوايت المجاني لتعويض انقطاع المياه. وخلال ساعات قليلة استقبل اتصالا من سائق الوايت يطلب فيه وصف موقع المنزل لتفريغ حمولته المجانية من المياه، ولم ينتهي الأمر عند ذلك، ففي المساء يتصل موظف آخر ليتأكد من أن كل شيء كان على ما يرام. هل بعد ذلك لا أعترف بأن شركة المياه الوطنية صنعت الفرق الذي كنا نبحث عنه طيلة عقود من الزمن مع المعاناة مع انقطاعات المياه وزحمات الأشياب؟ التعليق الأبرز جاء تحت اسم ميم عدنان، يقول: أخبرني أحد الموظفين أن الشركة لديها وحدة إيرادات، آمل ألا يكون مدخولها من الغرامات، فلو وجد المفتش تسرب مياه في الشارع قام بإعطاء الغرامة لأي منزل دون التحقق من المصدر. لابد وأن يتحقق المفتش قبل إعطاء الغرامة حتى تصبح الغرامة مال حلال على الشركة. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة المدينة للكاتب الدكتور علي حمزة العمري بعنوان
الفتحية لوزير الداخلية، يقول: ما كنت أظن مجرد ظن أن هناك من سيعترض على القرار الحضاري والأخلاقي لسمو وزير الداخلية القاضي بمنع التدخين والشيش والمعسلات في المطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة بحجج واهية، فضلا عن المطالبة بإعادة النظر في القرار. ويذكر العمري حجج القوم بما يلي: أولاً، أن القرار أدى إلى خسائر بنسبة 90% من أموال أصحاب المقاهي والمطاعم، وأعجب ممن يفكر بخسائر الأموال ولا يفكر بخسائر الأرواح. ثانياً، أن القرار أبعد الزبائن مما أدى لإغلاق العشرات من المطاعم والمقاهي، وهي أسوأ الحجج وأضعفها، وثمة مئات المطاعم والكافيهات لا تقدم الشيش ولا المعسلات وهي ناجحة. ثالثاً، أن القرار لم يراعي من لم يجد متنفساً سهلاً، وخاصة الشباب، وعجباً لتفكير يحصر المجتمع كله في طائفة محددة من الشباب. وبعد رصد الحجج يختم العمري: إن من أمن العقوبة أساء الأدب. فلا تزال بعض المحلات تحرج نفسها وسمعتها بالبيع من تحت لتحت، ومن لم يستطع فعل أي شيء ضرب أخماساً في أسداس، وهو يقول في لوحة عند باب الدخول: نأسف لقرار منع الشيشة والمعسل. ونتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية اليوم، والهاشتاج الأنشط لدى المغردين والمغردات السعوديين والسعوديات، وأيضا الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم اليوم من صحيفة الحياة للفنان ناصر الخميس، الذي يصور ساخراً بعض من يغردون على تويتر كالببغاء في نقل ما يرد دون إضافة جديد. من الهاشتاجز الأكثر نشاطاً على تويتر: عمل المرأة في الهيئة، تعليقاً على تصريح الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن الحاجة قائمة لعمل المرأة في الهيئة، ويأمل أن يتم هذا قريباً على أن يكون عملها مستقلاً ومؤطراً في التوعية والإرشاد والتوجيه للنساء، لا سيما أن الحاجة قائمة وملحة. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة على اليوتيوب: الحلقة الثالثة من برنامج أشكل، والذي يجسد وجهة نظر الوزراء والمسؤولين تجاه معاناة المواطن بشكل ساخر، وهو من بطولة الفنان السعودي الشاب علي الحمادي وإخراج أحمد الشهري. هذا بدر شوير يقول: نبي قطارات في جميع مدن الرياض، الرياض العاصمة إن شاء الله يعني المشروع ماشي فيها، لكن الرياض اللي في الأفلاج والرياض اللي في القويعية والرياض اللي في بيشة، وش اللخبط اللي انت عايش فيه؟ الله يصلح. هذا سامي سلمان يقول: يا سيدي المسؤول، ماذا تعني لك الاستقالة؟ أريد تعريف الاستقالة. الاستقالة يا ولدي هي الاستسلام، هي الهروب من المسؤولية، هي الخوف. هذا سلطان الهذلي يقول: شباب عطوني لايك عشان طويل العمر يقرأ ردي. شفنا ردك وقريناه، افرح انبسط في الأمة. هذا ميلو يقول: اللي طفران لايك، ديسلايك ديسلايك. هذا خالد يقول: أنت أفضل برنامج في اليوتيوب، I love you I love you too. ونتابع نشرتنا أيضا السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام كما عودناكم يومي. عشرون بالمئة زيادة في توزيع الدقيق بموسم الحج، والمخابز تطالب بخمسين بالمئة. المرتبة الأولى للسعودية خليجياً كأكثر البلدان تعرضاً لرسائل غير المرغوبة عبر الإنترنت. 600 منحة سامية تم تخليصها من قبضة لصوص الأراضي بجوهرة العروس. 1.1 مليون عبوة زمزم توزع على الحجاج. 155% ارتفاع قضايا التستر التجاري. فاصل ونعود لكم بعد قليل. سجلت وزارة الحج الحقيقة ضعف في نسبة إقبال شركات ومؤسسات حجاج الداخل على تذاكر قطار المشاعر المقدسة، إذ تم حتى الآن بيع 27 ألف تذكرة فقط، الأمر الذي دعا الوزارة إلى إصدار
تعميم إلى شركات ومؤسسات حجاج الداخل. هذا التعميم يحث على شراء هذه التذاكر، خصوصا أنها وصفت المبيعات بأنها تعد قليلة جدا حتى الآن. طبعا هم يستهدفون رقم أعلى من ذلك. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة رئيس لجنة تحصيل رسوم قطار المشاعر المقدسة المهندس فريد الغامدي. مهندس فريد، أهلا وسهلا بك. لماذا لا يزال هناك عزوف من شركات الحج على شراء تذاكر القطار، خصوصا أن الخطة تستهدف بيع 1000 تذكرة، 250,000 تذكرة طبعا، فيما تم بيع نحو 27,000 تذكرة حتى الآن، كيف تعلق على ذلك؟ في الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأخ علي وأشكر البرنامج. في الحقيقة الرقم فعلا كان 27,000، هذا قبل 3 أيام، ولكن الحمد لله تم عمل خطاب لوزارة الحج بحث المطوفين، والحمد لله ارتفعت النسبة إلى 78,000 تذكرة. في الحقيقة أن هناك تقاعد من المطوفين عن شراء هذه التذاكر ولا أعلم السبب. الحمد لله نحن نهدف إلى بإذن الله تعالى إلى استهداف 540,000 تذكرة لقطار المشاعر، والحمد لله العدد ازدياد بإذن الله تعالى. لا بس هل يعني نلمس في تصريح لك أمس في الحياة واليوم تقول في تقاعس، هل هذه الشركات تمارس ضغوط على الوزارة؟ ليس هناك أي ضغوط يعني. طيب انت تعرف انت ما بقي الا وقت قليل على الحج يعني. والله نحن نعمل يعني اكثر من 18 ساعه متواصله في مكتبنا، ونحن جاهزون ومستعدون. والحمد لله العدد الان في ازدياد باذن الله تعالى، ونتوقع ان يكون الرقم ان شاء الله باذن الله تعالى خلال يوم السبت ان يوصل الى تقريبا فوق ال 400,000 باذن الله تعالى. نعم ان شاء الله بنتواصل معكم ونشوف. شكرا لك المهندس فريد الغامدي على هذه المداخله. إذن راح نروح فاصل ونعود إلى قضايانا لهذه الليلة. أهلا وسهلا بكم من جديد. راح نتكلم عن التقارير اللي ذكرت أن 15,000 مواطن يلقون حتفهم سنويا أيضا بسبب مرض السكري في مضاعفات في السعودية، تعتبر يعني أعلى معدلات انتشار المرض في العالم. يمكن 275,000 مواطن وفق إحصائيات الربع الأول من هذا العام. طبعا نحن نتكلم عن 275,000، يعني 25% من إجمالي عدد السكان، نسبة مخيفة. خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. يخيل لنا بأن أحدا في المجتمع السعودي لم يعد يجهل تلك النسبة المفزعة من غنائم مرض السكري فينا، والتي بلغت 1 من كل 4 أشخاص، وهي نسبة كافية لتطلق لخيالك العنان في حجم تأثير مثل هذا الداء، ليس على المصابين به فقط، ولكن على كل شرائح المجتمع ومؤسساته الصحية والاجتماعية والإنسانية، وصولا إلى استنزافه لحصة كبيرة من المقدرات المالية للعلاج والتوعية واحتواء تبعات الإصابة من جوانب عديدة. آخر الدراسات اللي تعتبر دقيقة كمان بالنسبة للسكر، فإحنا وصلنا إلى 30% من البالغين في المملكة، فيقدر عدد مرضى السكر في المملكة الرقم ما بين 2-4 مليون، نقول 3 مليون تقريبا. فإحنا الآن شغالين على إيش؟ شغالين على اللي يخرب نصلحه، لكن طبعا في الطب الشيء الصحيح ان احنا نشتغل على الوقايه. حتى لو نظرنا الى النسب الاخرى كمثلا دوله امريكا نسبه 9%، دوله كندا 10%، طبعا لما تنظر الفرق من 25% الى 10 تعتبر ماساه. ما بين اهتمام المختصين وتعايش المرضى، تاتي تبعات السكر كواحده من اسوأ المشكلات، حيث تأتي بصورة قاسية أحيانا بتنا نراها في بتر الأطراف والأقدام نتيجة الجروح التي لا تجد العناية اللازمة، مما يستوجب
تحرك الجهات المختصة بشكل منظم والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا. إذا أخذنا بعض الأرقام عن عدد مرضى السكر في المملكة وعدد الناس اللي يجيهم مضاعفات في القدمين، فيوجد في المملكة تقريبا 600 ألف مريض ما عنده تقرحات في القدمين. ما في أحد يقدر يتحمل هذه. فإيش اللي بيصير؟ في أغلب الحالات هذه بتروح للبتر. كم هو عدد حالات البتر في المملكة؟ ما فيش أي دراسة، ولكن تقديريا أنا قدرتها بحالة بتر في كل مستشفى في المملكة في اليوم. هذا يصل من 30 إلى 40 ألف حالة بتر في السنة. نعم، نقدر وضع وزارة الصحة، إلا أن هناك لابد من اتخاذ إجراءات. بناء مراكز السكر ما هي إلا علاج، ولكن نبحث عن الوقاية قبل العلاج. عدم المبالاة سوف نصل إلى نسب مخيفة، إلى 35% من المجتمع السعودي سوف يكون مصاب بداء السكري، بالإضافة إلى المرضى الذي معرضين للإصابة. لابد من تشكيل لجنة عليا مكونة من جهات عليا تبدأ بوضع دراسة واستراتيجية على المدى الطويل، على المدى القصير وعلى المدى الطويل لتفادي ارتفاع النسب. خطط التوعية التي تنظمها وزارة الصحة والهيئات الطبية في السعودية لا تتوقف، وتظهر في الملتقيات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، بالإضافة إلى حملات التوعية المستمرة، إلا أن هناك من يرى بأنها لم تقدم جديدا مؤثر، فالسكر ما زال ينتشر بيننا بضراوة. لبرنامج ياهلا، صبري باجسير، جدة. شكرا صبري على التقرير. لمناقشة هذا الموضوع معنا استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور عيسى الظفيري، وسينضم لنا هاتفيا مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي بداود في ثنايا الحلقة. أهلا وسهلا بك دكتور عيسى، حياك الله. تقول التقارير بأنه فيه هناك نحو 6000 عملية بتر تحدث في السعودية بسبب مرض السكري، إلى أي مدى هذا الدقيق وما هي الأسباب، وأيضا ما هي أسباب ارتفاع المعدلات؟ عملية بتر الأقدام معروف عالميا أن عملية البتر الأقدام هو أكبر سبب بعد الحوادث المرورية والحوادث الأخرى هو السكري، هذا على مستوى العالم. ولكن لدينا نحن مستوى السكر أو نسبة مرتفعة جدا، وبالتالي هذا ينعكس على عمليات البتر. نعم عمليات البتر مرتفعة، ولكن لا أستطيع أن أتي برقم معين، لكن يكفي أن نقول أن عمليات البتر مرتفعة، ويجب أن نعمل من خلال ضبط مستوى السكري وحل مشكلة انتشار السكري حتى نقلل عمليات البتر. بس طيب إحنا لما نقول مرتفعة يعني عدد السكان يزيد ولا عدد المرض يزيد والوقاية؟ والله هو يعني في أكثر من عامل يؤدي إلى هذه الزيادة. أولا نسب السكر في ازدياد سنوي، الوعي الصحي لا زال في أقل من المستوى المتوقع، العوامل التي تؤدي إلى انتشار مرض السكري أيضا تزداد. العوامل اللي هي؟ عواملها طبعا كثيرة، عوامل العادات الغذائية السيئة، تغيير نمط الحياة، النمط الخمولي. أنا كانوا في النمط نشاطي في السنين السابقة قبل 30 سنة ما كان السكري يشكل مشكلة في البلد، الآن السكري أصبح يشكل مشكلة كبيرة ومؤرقة للسلطات الصحية. بالتالي العوامل كثيرة، من ضمن عوامل تغيير الأسلوب الحياتي، تغيير الأسلوب الغذائي، سكر الحمل بدأ ينتشر، وأنا نعلم أن هناك 60% من النساء تصاب بسكر الحمل، سواء تصاب بالسكري بعد الحمل، قد يكون الحمل الأول أو الثاني أو الثالث. وبالتالي العوامل كثيرة، ولا يمكن التركيز على عامل معين بأن يكون سبب لهذه الزيادة. هل وزارة الصحة أدت ما عليها في هذا الملف؟ وزارة الصحة تعمل في هذا المجال، لكن يبدو لي أن المشكلة كبيرة، وبالتالي تحتاج إلى جهود أكبر، يعني تكون الجهود بمستوى المشكلة. وزارة الصحة لديها مراكز للسكري، لديها برامج التوعية، لكن يجب أن لا يلقى الحمل واللوم على وزارة الصحة. عملية التوعية لا تشمل وزارة الصحة فقط، تشمل عدة وزارات، تشمل وزارة الثقافة والإعلام، تشمل وزارة التربية والتعليم، تشمل الصحافة. يجب أن يكون التوعية تشمل جميع القطاعات التي ممكن أن تؤدي هذه التوعية. وزارة الصحة لا يمكن أن تقوم بمفردها بهذا الدور، يجب أن يكون نعم. هناك فريق عمل متكامل بجميع الوزارات. نعم، كنا نتكلم عن تجربة فنلندا، كنت يعني معجب فيها. هل هذا هو المثل اللي ممكن احنا نحاكيه على اساس نقلل النسبه
والله فنلندا هي دولة صغيرة يعني سكانها يقارب يعني 6 مليون، ولديهم تقريبا 200 ألف مصاب بالسكري، 140 من النوع الثاني و60 ألف من النوع الأول، ولديهم خطة جميلة جدا لمدة 10 سنوات لخفض نسب الإصابة ونسب المضاعفات. طبعا ميزانية السكري تشكل 11% من ميزانية وزارة الصحة الفنلندية كلها، واستطاعوا بعد انقضاء هذه السنوات بخفض نسب الإصابة بالسكري وخفض نسب المضاعفات بأرقام جدا جيدة صراحة، وأصبحت مثل يحتذى به. كم النسبة عندهم الآن صارت؟ النسبة لا تشكل عندهم نسبة كبيرة بالمناسبة، من 6 إلى 8 فقط بالمئة من السكان. احنا نسبتنا كبيرة يعني اذا في دول لو اجتهدت تعمل حل، يعني لو اجتهدت عندنا الوزارة راح يكون في حل. كما قلت لك لا يمكن ان نحمل وزارة الصحة فقط هذا الدور، الدور يجب ان تحمله اكثر من وزارة، ولنجاح الخطة يجب ان يكون هناك اكثر من وزارة واكثر من دور لعدة جهات، وهذا بإذن الله سوف يؤدي إلى نجاح هذه. أما أن نلقي على وزارة معينة وتقوم لا يمكن، لأن وزارة الصحة لا يمكن أن تقوم بالتوعية في المدارس، تحتاج وزارة التربية والتعليم، في الصحافة تحتاج وزارة الثقافة والإعلام، في الشارع في البيت. طيب نسبة السكري عند الأطفال هل هي مخيفة في السعودية؟ لا تشكل عندنا نسبة كبيرة بالمقارنة مع السكر النوع الثاني. نسبتنا لا زالت قريبة بالنسبة العالمية من 8%، لكن نسبة النوع الثاني أصبحت. وش الفرق بين النوع الأول والثاني؟ النوع الأول هو النوع الذي يصاب فيه البنكرياس بعمليات مناعية تؤدي إلى توقف إنتاج الإنسولين، وبالتالي هذا الشخص لا يمكن يعالج إلا بالإنسولين، حقن الإنسولين، ولا يمكن يعالج بأي علاج آخر. النوع الثاني هو لديه إنسولين ولكن لا يستطيع أن يعمل لوجود عوامل تمنع عمل هذا الإنسولين، وهناك أيضا مشكلة في إفرازه من قبل البنكرياس. فالنوع الثاني لديهم كمية من الإنسولين قد تكون كافية لكن لا تعمل بطريقة صحيحة. وش اللي أهون الأول ولا الثاني؟ والله النوع الأول مشكلته أنه يصيب الناس بسن مبكرة، وبالتالي إذا لم تضبط قد يؤدي إلى مضاعفات المزمنة بصفة مبكرة. رأينا مرضى عمرهم 30 سنة لديهم مشكلة في الكلى، لديهم مشكلة بتة في الأقدام، لديهم مشكلة عمى، لدينا مشكلة كثيرة. أما النوع الثاني آتي يصيب الناس بصفة متأخرة نسبيا 30 سنة و40 سنة، وبالتالي المضاعفات المزمنة لا تصيب الناس كالنوع الأول من السكري. طيب معي الدكتور سامي بداود مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة. دكتور سامي مساك الله بالخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الخير للأخوة المشاهدين كلهم الجميع إن شاء الله. دكتور سامي، المعدل الارتفاع المرض السكري في السعودية مستمر ومرتفع، وكنا نتكلم عن مثال فنلندا كيف تعاطت مع الموضوع من ناحية الوزارة المعنية بهذا الملف. أنتم في الوزارة كيف يعني إيش الخطط الجديدة عندكم؟ ماذا قدمتم في الفترة الماضية؟ طبعا هو المعروف إن وزارة الصحة بتعمل على الجانبين، الجانب الوقائي والجانب العلاجي. نعم. فطبعا الجانب الوقائي التحرك موجود في كل المحافظات على التوعية بالسبل الأفضل للوقاية من هذا المرض، اللي هي نمط الحياة الصحيح، ممارسة الرياضة، تخفيف الوزن، الغذاء الصحيح. هذا بالإضافة إلى إنه الوزارة طبعاً كما معروف تقوم ب يعني فحوصات ما قبل الزواج لتوضح إذا كان هناك أي إشارة أو علامة على إنه مثلاً العائلة قد تكون معرضة أكثر عرضة لتعرض لمرض السكر. أما بالناحية الجانب العلاجي فطبعاً مراكز السكر الآن متواجدة والله الحمد في معظم محافظات المملكة. احنا في محافظة جدة افتتح مركز الان جديد في جنوب جدة في فيما يخص التعامل مع مرض السكر، بالاضافة الى انه طبعا المراكز اللي كانت متوفرة في السابق، ولدينا مراكز متخصصة في التعامل مع المضاعفات الخاصة بمرض السكر زي مراكز العيون متخصصة في هذا المجال، مراكز جراحة الأوعية الدموية فيما يخص الإصابات القدم السكرية، ولدينا مركز مختص في جدة بإشراف استشاريين سعوديين في مجال القدم السكري. طبعا هذا بالإضافة إلى مشاكل الكلى المعروفة وطريقة التعامل معها، والآن الحمد لله خلال الأسبوع القادم حيكون عندنا مركز كلى جديد في محافظة جدة بسعة 70 كرسي، وجاري الانتهاء من إنشاء المركز الثاني في مستشفى الملك فهد في جدة بسعة 100 كرسي، وكذلك مستشفى شمال جدة حينتهي إن شاء الله خلال الأسابيع بأيضا سعة 50 كرسي. فطبعا هذه كلها المجالات اللي هي تتعامل مع مضاعفات مرضى الكلى. نعم
دكتور سامي، طيب ما هي أبرز استعدادات وزارة الصحة لرعاية الحجاج المصابين بأمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم؟ أنا متأكد أن الإخوة المشاهدين والمستمعين لاحظوا أنه يعني بدأت الإعلانات في كل الصحف. نحن نعمل على هذا الموضوع قبل وصول الحاج، فنقدم لكل السفارات التي يقدم لنا الحجاج توصيات خاصة فيما يخص مرضى الأمراض المزمنة كالسكر أو الضغط أو الأمراض الأخرى، أنه يضع سوار على يده يوضح أنه هو مصاب بمرض معين، أنه يكون دائما يحمل قائمة بالأدوية اللي بيستخدمها في بلده ويحضر كمية كافية من هذا الدواء قبل وصوله، خاصة أنه المملكة العربية السعودية تستقبل ضيوف الرحمن من كل دول العالم، وفي بعض الحجاج يعني قد يتعامل مع أدوية غير متوفرة لدينا في المملكة نتيجة أنه الجهة المقدمة للدواء شركات مختلفة، فنفضل أنه دائما يكون عنده قائمة بالاسم الصيدلي للعلاج وليس الاسم البراند نيم أو اسم الشركة المقدمة للدواء. كذلك احنا دائما بنستقبل والله الحمد يعني وزارة الصحة تقوم باستقبال جميع حجاج بيت الله الحرام في مسارات مطارات الملك عبد العزيز في محافظة جدة وفي المدينة المنورة، تتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة، تتأكد من أوضاعهم الصحية، في حالة عدم حصولهم على التطعيمات نقوم بتقديم التطعيمات لهم في صالات المطار. يعني الإحصائية الأخيرة أنه وصل العدد الذين يعني تحصلوا على التطعيمات في مطار الملك عبد العزيز تجاوز 600 ألف حاج. كذلك نحن طبعا وزارة الصحة تقدم خدمات علاجية بمعدلات كبيرة جدا، فيتواجد فقط في مشعر عرفات مثلا ما يتجاوز 50 مركز صحي في مساحة ضيقة جدا لا يتجاوز المسافة بين كل مركز ومركز 200 متر، إضافة إلى 4 مستشفيات رئيسية في داخل عرفات ومثلها في مشعر منى. كل هذه الخدمات تقوم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين بتقديمها لضيوف الرحمن مجانا، وفي لحظة تعرض أي حاجة لأي إشكال صحي نقوم فورا باستقباله في هذه المراكز الصحية والمستشفيات، والاطلاع على أي تاريخ مرضي سواء كان على الإسوار الذي يحمله أو عن طريق متابعة أي تقرير طبي يحمله معه، ومن ثم تستكمل الخدمات العلاجية للحجاج. نعم. وكل عام ولله الحمد نشهد إضافة جديدة في الخدمات الصحية ضيوف الرحمن في كل موسم حج. شكرا لك دكتور سامي بدوي مدير الشؤون الصحية محافظة جدة على هذه المداخلة وهذه المعلومات، أتمنى لكم التوفيق في موسم الحج. راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن مرض السكري وحالات البتر اللي هي في تزايد في المملكه العربيه السعوديه، وكان معنا الدكتور سامي بدوي هاتفيا، ومعنا من بدايه الحلقه الدكتور عيسى الظفير وهو استشاري الغدد الصماء والسكري. اهلا وسهلا بك دكتور عيسى مره ثانيه. تحدثنا احنا عن قبل شوي بس ما تطرقنا لها، اللي هي العادات المؤديه الى ازدياد معدلات المرض او ارتفاع معدلات المرض. نعم. تحدثت، تقصد عادات غذائية؟ عادات غذائية سيئة تؤدي بالنتيجة إلى السمنة. الآن لو ترى أن معظم السمنة أصبحت تشمل جميع فئات العمرية في المجتمع، يعني يذهب لأي مدرسة ابتدائية وترى الطلاب يخرجون ترى السمنة منتشرة لديهم، وهؤلاء اليوم هم أطفال اليوم هم رجال الغد، فكانوا يبدون حياتهم بالسمنة. فالسمنة هي طريق سهل وسريع إلى مرض السكري. ما وجدت السمنة في مجتمع إلا زاد به نسب السكري، ولو ترى الآن في المجتمع أصبحت السمنة أيضا هاجس كبير للمجتمع. طبعا نتكلم عن جانب واحد من جوانب السمنة اللي هي مرض السكري، لكن السمنة لها مشاكل أخرى كثيرة. نعم. طيب عند السيدات أكثر، عدد في المملكة العربية السعودية السيدات أكثر أو الرجال بالنسبة اللي عندهم سكري؟ وصراحة الدراسات اللي أثبتت أن النساء أكثر من الرجال، والسمنة أيضا الدراسات المحلية التي أجريت في المملكة العربية السعودية أوضحت أن نسبة السمنة لدى النساء أكثر. هذا ما له علاقة بسكر الحمل يعني إذا لا نعم، نتكلم عن السكر النوع الثاني. نعم. سكر السيدات أكثر. نعم. طيب
أيضا إيش العادات السيئة عند السيدات غير الغذائية؟ طبعا هي العادات قد تكون تشمل السيدات والرجال. يعني هو الأكل سعرات حرارية عالية، أكل قد يكون في كمية كبيرة من الدهون، والدهون هي أكثر جزء من الغذاء يعطي سعرات حرارية عالية. الأكل بسعرات حرارية كبيرة أكثر من الجهد الذي يصرف اليومي، وبالتالي أنت كم تأكل وكم تصرف؟ إذا تأكل سعرات حرارية كبيرة وبالتالي لا تقوم بأي مجهود، فهذه لابد أن تخزن على شكل شحوم. وذلك السمنة الوسطية الآن انتشرت في المجتمع، أقصد بالسمنة الوسطية هي السمنة التي بين الكتف والرتف، سمنة البطن، وبالتالي هذه أكثر سمنة تؤدي إلى السكري من باقي الجسم. لماذا؟ لأن هذا الشحم اللي موجود في الجزء الأوسط من الجسم أكثر شحم مقاوم لعمل الأنسولين بالمقارنة مع الشحوم الأخرى. فبالتالي هذا لابد مو بس عادة غذائية جيدة، لابد من الرياضة أيضا. الرياضة عامل أساسي، لابد من الرياضة، لابد من عادات صحيحة، لابد من التركيز على الأكل الصحي. وبالتالي نحن نحتاج إلى كثير من التوعية الثقافية والتوعية الصحية للمجتمع، كيف يقوم بالنشاط، متى يأكل، أين يأكل، كمية الأكل اللي يأكله، أشياء كثيرة يجب أن لذلك نأتي أن الدور مجتمع وليس دور جهة معينة. شكرا لك دكتور عيسى الظفيري على حضورك في استديوهاتنا، إن شاء الله نشوفك المرة الجاية. شكرا، الله يسلمك. بعد الفاصل، السياحة الدينية والوظائف الموسمية في هذه السياحة وفي هذا المجال السياحي. طبعا في ناس تزعل من هذا المصطلح، لكن راح نفسره بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم. يتحول موسم الحج، أو من المفترض يكون طبعا فرصة لتوظيف الشبان، التوظيف المؤقت، شبان السعوديين فيما يعمد آخرون إلى مزاولة الأعمال الحرة. لكن رغم ذلك ما زال موسم الحج غير مستثمر بالشكل المطلوب اقتصاديا كما يرى كثير من المختصين، خصوصا أن حجم التقديرات الوظائف المؤقتة التي يوفرها موسم الحج تصل ل 60,000 فرصة عمل سنوي. فإلى أي مدى هناك استثمار اقتصادي لموسم الحج، وكيف يمكن تحويل السياحة الدينية إلى رافد اقتصادي للبلاد، وأيضا ما هي أبرز النشاطات الاقتصادية المتاحة في الوقت الراهن؟ تعلمون أنك تجيب وفود سياحية إلى المملكة العربية السعودية في أوقات غير موسم الحج يعني ملف طويل، ومن يعمل في السياحة يعرف حجم المعاناة. لذلك في أفكار تقول مدام في ناس أوريدي هم جايين للحج أو العمرة، لماذا لا يتم استثمار ذلك وإعطاء فرصة الناس يعملوا لهم مثلا خطة سير معينة أو برنامج سياحي معين، ويصير يعني هم يعني يؤدون المشاعر وأيضا يستمتعون بأمور أخرى وبرضاهم طبعا، ويستفيد البلد. وراح نروح تقرير مع عبد الله يحيى ثم نعود للنقاش. على مدى عقود طويلة ترى أهالي مكة يعملون في قطاع الحج، وذلك لموقعهم الجغرافي، ينتظرون هذا الموسم من كل عام. من يوم ما عرفنا الحج من أكثر من 30 سنة أنا تربيت في الحج، أنا ولد الحج، من أنا طفل وأنا أشتغل في الحج، وكل واحد فينا الحمد لله عنده يعني خيره، ولكن نرجع ونقول لازم نطلع الحج، مع أنه أحيانا وإحنا في الحج لما نشوف تعب الحج والمعاناة الكبيرة اللي بنعانيها أحيانا يجينا شعور داخلي أنه والله خلاص هذه آخر سنة نبغى نبطل فيها. ليش؟ للتعب والهموم الكبيرة اللي أنت بتعيشها. اقتصاديات العمل في موسم الحج تكون وفق جدول زمني محدد، وهو مرتبط بالزمان والمكان تباعا لما يقدمونه، فترى هذه الأعمال تشريفا أكثر من مادياتها. خدمة الحاج شرف لنا، احنا تعلمناها من الوالد أنه هذا الناحية المادية على جنب، ما نفكر فيها، نحن نفكر في خدمة الحاج، وأنه الحاج يخرج هو يعني السعيد ويدعي لك في يوم عرفة، يدعي لك في أيام التشريق. يعني المادة أنا لا أنكر أنه طبعا في مردود مادي من الحاج، لكن مو الهدف الرئيسي لنا احنا، أظن معظم الشركات انه هدفنا الرئيسي انه خدمه الحجاج. الحاج صار هذا في يعني في داخلنا، في قلوبنا من جوا، صرنا يعني نخدم واحنا كده مرتاحين مبسوطين، ما نفكر في الربح، ما نفكر في الماده، لا يخفى غير في مردود مادي. اي نعم. تكثر الاحصائيات والارقام حول الاعمال التي تقدم في موسم الحج، حيث تتوفر نحو 60,000 وظيفه موسميه سنويا في قطاع النقل والايواء المتخصصه للحجاج. ان عطاءات من يخدمون ضيوف الرحمن كثيره،
يرجون منها الكسب الديني والمادي. لبرنامج يا هلا، عبد الله يحيى، مكة المكرمة. لمناقشة هذا الموضوع معنا الصحافي الاقتصادي في صحيفة الرياض الأستاذ فيصل عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك فيصل. وأيضا يشاركنا الحوار من استديوهاتنا في جدة المحاضر في كلية الأمير سلطان للسياحة الأستاذ سمير قمصاني. أستاذ سمير مساك الله بالخير، أهلا وسهلا بك. مساكم الله بالنور. صعبة أنه نستغل موسم الحج للتعريف بالمعالم السياحية المملكة؟ هذه الفكرة طرقت وأحد رفضها، ما كانت على البال، صعب تتحقق؟ سؤال لك أستاذ سمير. ما سمعت السؤال، أرجوك لو تعيد لي ثاني. طيب يا شباب خلونا صلحونا تقنيا عشان حياتنا تكون أسهل. هو سؤال، لماذا يعني الآن موضوع أنه فكرة لما موسم الحج يأتي يعمل برامج سياحية للحجاج بحيث يتم التعريف بالمعالم السياحية للمملكة، هل طرقت هذه الفكرة ورفضها أحد؟ ما حد فكر فيها مثلا، أو أنه صعب أساسا تتنفذ؟ لا، ما أعتقد أن الموضوع صعب. الموضوع مهم وحيوي ويصب في قلب الخدمات السياحية التي تقدم للحجاج والمعتمرين. إذا تكلمنا نحن عن موضوع السياحة الدينية، ما نقدر نفصل ما بين الحج والعمرة. صحيح أنه هي موسمين، لكن كلها بتقدم خدماتها للحجاج والمعتمرين. الفرق أنه الحج مدته محددة معروفة أيامه، والعمرة على مدار العام حسب التنظيم الموجود في الدولة. لكن البرامج اللي بتقدم من قبل شركات العمرة أو شركات الحج هي اللي بتقنن هذه الخدمة. ما وصلت شركات العمرة أو شركات الحج بالذات إلى فكرة تقديم الزيارات اللي هي ما يسمى الحج بلس أو العمرة بلس، اللي هو خدمات إضافية زيادة للقادم بهدف الحج. لكن بالنسبة للعمرة، الهيئة العامة للسياحة بالتنسيق مع وزارة الحج، أنا أذكر وأنا كنت يعني أحد المهتمين بهذا الجزء، قدمت خدمة تسمى العمرة بلس. تهدف هذه الخدمة إلى تقديم برامج سياحية. مين اللي قدمها هذه عمرة بلس؟ العمرة بلس المفروض اللي تقدمها طبعا شركات العمرة. طيب، لما يجي المعتمر يقرر أنه هو يبغي يجي للعمرة لمدة 14 يوم. سووها قبل، حقيقة سووها، لكن للأسف الشديد البيروقراطية والروتين الجميل الموجود عندنا يعني أتعب هذه الفكرة. الفكرة أجهضت، لأنه لو حاولت أو شركة من شركات العمرة قدمت طلب لوزارة الحج، قالت عندي 40 معتمر، عندي 40 معتمر يرغبوا أنهم يروحوا مدائن صالح، الأوراق والإجراءات والطلبات، يعني خلت شركة العمرة تقول لك بلاش شكرا مش عايزين أي حاجة. وهذا حقيقة عنصر مهم جدا. إحنا بهذه الطريقة بنخسر البلايين من الفرص، من الاستثمارات بالريالات، ومن الفرص العمل اللي ممكن تتاح للشباب السعودي. أنا أعتقد أن هناك أكثر من 14 ألف فرصة وظيفية للشباب السعودي لو تم استثمار خدمة العمرة بلس. لأنه لو كل شركة عمرة قدمت بالإضافة إلى برنامج مكة والمدينة برنامج إضافي، تفضل تقدر تزور الطائف، تفضل ممكن تروح مدائن صالح، فرصة أنك تروح أبها، فرصة أنك أنت تشوف مناطق أخرى من المملكة تحت إشراف شركات العمرة اللي بتقدم خدماتها المتكاملة للمعتمر، لاستطعنا أن احنا نحقق فرص وظيفية للشباب السعودي لأكثر من 14 ألف وظيفة في أول سنة. أنا أعتقد السنة هذه وصل السعودية 5,600,000 معتمر. تخيلوا، فقط استفادت منها مكة والمدينة. طيب فين حصة الطائف؟ فين حصة أبها؟ فين حصة مدائن صالح؟ وهي فرص متاحة. أنا لو جيت أقول أبغى أروح لفرنسا أخذ تأشيرة إلى فرنسا وأقدر أتجول في مختلف فرنسا، أبغى أخذ تأشيرة لبريطانيا وأتجول في بقية بريطانيا. أنا أفهم أنه لما يجي المعتمر أو إلى المناطق المقدسة هو جاي بهدف الأماكن المقدسة، لكن أنا أعتقد من فضل الله سبحانه وتعالى إحنا عندنا بنية تحتية جيدة بتتيح الفرص، بإمكاننا نتيح الفرص للاستثمار السياحي. ولو كل شركة عمرة سافرت للخارج وحضرنا معارض ومؤتمرات دولية. لحظة أستاذ سمير، بس لما نحن نقول
بنية تحتية جيدة، يعني نتكلم عن سهولة في حجازات الطيران واحترام للمسافر سعوديا كان أو غير سعودي، نتحدث عن يعني طرق، نتحدث عن شبكة قطارات، يعني ولا أحلى كذا، تحس يعني أنك في عالم آخر. هل هذه موجودة مثلا؟ قل لي، أنا يمكن يكون موجودة وأنا ماني داري. لا، هي طبعا بدون أي مجاملة الخدمات الموجودة عندنا الوقت الحاضر صحيح أنها غير متكاملة، لكن بالإمكان الاستفادة من المتاح. طيب، الأمير سلطان من سلمان، يعني الأمير سلطان من سلمان، هذا الملف يعني أنا دائما أتعاطف، رغم أنه يعني أنا ما أتعاطف يعني في الغالب، لكن أنا دائما أتعاطف مع من يعمل في السياحة ومع الأمير سلطان بن سلمان تحديدا، لأنه ما أدري ليش عندي يقين أنه تعب من هذا الموضوع، ويمكن مل، لأنه يد واحدة ما تصفق، يعني تجارب كلها يد واحدة ما تصفق. فالله يعين ويعين من يعمل في السياحة. هل تحدث عن هذا الجانب، حاول فيه، ساعد، مهتم بالفكرة؟ والله أنت يعني جيت على محور مهم جدا. في معظم يعني أول ما جاء سمو الأمير سلطان بن سلمان ذكرنا له كل قضايانا ومشاكلنا، وحقيقة خصص لكل محور يعني اهتمام ووقت وجهد ومجموعة لدراسة هذه المحاور. من أحد المحاور اللي قلت لك عليها كان محور العمرة بلس، وإحنا حقيقة العاملين في صناعة السياحة والعمرة والحج والسياحة الدينية يعني لاحظنا سرعة تجاوب سمو الأمير سلطان بن سلمان. لكن زي ما تفضلت أنت وقلت أنه الموضوع لا يخص شخص، إنما تخص مجموعة أجهزة حكومية مرتبطة ببعضها البعض لتنفيذ هذه الخدمة. لكن هذا لا يعني أنه إحنا كونه هيئة السياحة، هيئة السياحة جهاز تنظيمي، لكن هناك أجهزة أخرى هي المسؤولة عن توفير البنية التحتية للبلد، وفي نفس الوقت المساهمة في إنجاح الخطط اللي ممكن تكون موجودة. يعني أبسط الأشياء، لو هيئة السياحة نظمت عن طريق إدارة التسويق في هيئة السياحة زي ما في كل دولة عندهم جهاز مختص للتسويق للبلد، فلو راحت هيئة السياحة ووصلت إلى برونوي أو وصلت إلى جنوب أفريقيا أو إلى مسلمي أوروبا وأمريكا وقالت لهم أثناء برنامج العمرة الموجود عندكم بإمكانكم تستمتعوا بالسياحة في الطائف وأبها ونجران لكن للأسف الشديد إذا ما كانت البنية التحتية مكتملة لصار علينا الموضوع فاير باك، إنه إحنا صار التأثير سلبي. أنا أقول إنه إحنا نبدأ بالخطوات شوية شوي، يعني نبدأ نتيح الفرص للتسويق لهذه الخدمة عن طريق بعض الدول بالتدريج، حتى كمان نقدر إحنا نستوعب عدد أكبر ونتعلم من هذه الخدمة وفعالياتها ونتائجها ونطور من خدماتنا. لكن ما نقدر نستسلم طول الوقت ونقول إنه إحنا يعني لقصور معين موجود، سواء إذا كان في خدمات النقل أو في خدمات الإيواء أو في المواصلات. طيب، إحنا نتوقف عند هذا. سأعود لك أستاذ سمير. خدماتنا السياحية نعم سأعود لك، لكن معي الأستاذ فيصل عبد الكريم. أستاذ فيصل، أهلا وسهلا بك. كيف يمكن تفعيل موسم الحج بحيث نحوله إلى منتج للفرص الوظيفية سواء الموسمية أو الدائمة؟ طبعا هذا موجود، ولكن إحنا نبغى بشكل أكبر، لأنه يبدو لي لم يستثمر حتى الآن لهذا القطاع يعني لإفراز وظائف. نعم. في البداية يعني خلني إذا ممكن يعني أستدرك نقاشكم قبل شوي. أنا طبعا يعني لي وجهة نظر في الموضوع، إنه يعني حتى تسمية يعني السياحة الدينية لي وجهة نظر فيها، إنه يعني لا يمكن، صعب إنه يطلق عليها سياحة لسبب بسيط، إنه يعني رغبات وحاجات السائح غير متوفرة عند من يأتي للمملكة لقضاء شعيرة أو فرض ديني، فبالتالي الخدمات المقدمة له تختلف عن الخدمات المقدمة للسائح العادي. يعني أيضا في نقاشنا هذا، لا بس هو يعني يأكل ويغسل ملابس ويكوي ويقعد في الأوتيلات ويطلع ويعني نفسها لا 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 لا، أيضا يعني احنا لو نفكر بطريقه السائح القادم مثلا من دول اوروبا الشرقيه او حتى من الدول العربيه او من افريقيا، لم ياتي لرغبه سياحيه للفرجه للتمشيه، اتى لاداء فريضه. يعني احنا لو نفكر بطريقه الاخرين لوفرنا لهم خدمات، مثل كثير من دول العالم
توفر لكل السواح من جميع دول العالم رغباتهم واحتياجاتهم وفق بيئتهم. يعني احنا نعرف ان اغلبهم ياتي للمملكه لقضاء الفريضه ويذهب لدولته يعني بسرعه كبيره لاقامه الافراح لقضاء هذه الفريضه. هذا يوصلني لسؤال، يعني هل احنا مثلا لدينا مقومات اصلا سياحيه واماكن سياحيه ولم تجد اقبال لنبحث عن طريق مثلا المعتمرين والحجاج؟ ليس لدينا اي مقومات سياحيه. هذا احنا ما اختبرنا هذا الشيء. انت اليوم واستاذ سمير اخبر في ذا القصه، لما تجي انت عند المعتمر في اوروبا ولا في الهند ولا في هندوراس ولا حتى في نيكاراغوا، اذا جيت وقلت له يا اخي اذا بتحج او بتاخذ عمره ترى بهذا المبلغ، في فكره ثانيه انك تحج وبرضه تطلع الطائف حتشوف هناك جبل تعطي وصف مثلا وري صور وري اي شيء، هذا المبلغ. في شيء ثاني بتروح برضه المدائن صالح اثار في شغله، وهذا بسعر وهذا بسعر. في النهايه اكيد انه في فئه من الحجاج او نسبه من الحجاج يبغى يجي يعتمر ويلف على. انا اتكلم استاذ علي من نقطه واحده، انه احنا اصلا المقومات غير موجوده. يعني انت تقول نختبرها، انا اختبر سيارة صنعتها، لكن أنا لا يوجد لدي إلى الآن أي صناعة في هذا الموضوع. أنا أعطيك مدائن صالح، بعطيك فرصة الحديث. مدائن صالح أنا أقول لك كيف اختبرناها، يعني جلسنا نتجادل سنين هل هي حلال ولا حرام، وبعدين راحت من وزارة التعليم راحت المدربين ومشبكين عليها ما حد يجي، وبعدين في واقف لك 20 واحد هناك لا تعبدون الأصنام، موضوع مختلف. لين خلصنا من ذا القضية قفزنا الموضوع الثاني، رحنا في بيروقراطية السماح لذول اللي يروحون، لذلك أقول ما اختبرت. نعم. هل عليها طلب؟ نعم. أنا بس أقول لك إنه مقومات السياحة أساسا غير موجودة. يعني إحنا لو موجودة مقومات السياحة صدقني في كثير من الناس من جميع دول العالم يتمنون زيارة مدائن صالح مثلا على سبيل المثال أو بعض الآثار بدون الحاجة للحجاج أو المعتمرين، ولكن المقومات والرغبة غير موجودة باستضافة ناس لزيارة هذه المناطق. احنا نكون واضحين في هذا الموضوع، احنا نرجع نقول المقومات. يعني لما نتكلم عن الطائف او ابها، اساسا الان احنا في 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 موسم الحج لدينا عطلة تقريبا اسبوعين بالنسبة للمدارس، اصلا غير مهيئة لاستقبال اهل البلد لاستقبالهم لزيارة هذه المناطق، غير مهيئة. لا يعني في المنطقة الغربية أو الجنوبية أو الشرقية غير مهيئة لاستقبال أهل البلد، فما بالك بناس جايين من برا. أعود لسؤالك. عاد على تقول أسبوعين، في نص كذا حلو كنا نسقطه على واقع الناس، نص للأمير بدر يقول، ناسي بس ذكرتني فيه، يقول كلهم راحوا وكتفك شال، بعدين في مقطع يقول ما هو بيدي هذا ضياع، عرفت؟ فكل الناس رايحين في دبي. استاذ سمير تختلف ولا تتفق مع الاستاذ فيصل؟ والله اتفق معاه في اجزاء واختلف معاه في جانب اخر. طيب اعطينا الجانب اللي اختلف معاه فيه. الاختلاف انه انا بتكلم عن السياحه كصناعه، وهي السياحه الدينيه على مدار العام، ما بتكلم فقط عن موسم الحج، واستثمار هذه العمليه على مدار العام حتى يستفيد منها المواطنين. وبعدين لما نتكلم نحن عن الطائف أو نتكلم عن مدائن صالح، ترى فيها جوانب مختلفة. إذا تكلمنا عن جانب الـ 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 الإسلامي أو التراثي أو التاريخي، فكثير من المعتمرين اللي احنا بيجونا يطلبوا أنهم يطلعوا لبني سعد في الطائف، وهو المكان الذي السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم. منطقة بإمكانها استثمار سياحي مثل ما بنستثمر نحن في عكاظ أو سوق عكاظ. مدائن صالح المنطقة الموجودة بعروف تاريخها بالإمكان تكون أحد المناطق للزيارة. في نجران عندنا مناطق معروفة بإمكان برضو زيارتها. الخليط التراثي والثقافي والسياحي موجود. طريقة استثماره زي ما تفضلت وقلت إحنا ما اختبرناها، لكن حقيقة إحنا بإمكاننا نوفر لو في طلب على هذه الخدمات أو على هذه المناطق، وصار في قبول من قبل المسؤولين والمختصين، وصار في تسهيل لزيارة هذه المواقع، لصارت الأمور كلها بسيطة. إحنا الأيام هذه بنمر بمراحل أنا أحس أنها حقيقة بتقلص حتى من شكل السياحة. قرار منع يعني الشيش والمعسلات والأشياء هذه، أنا أحس أنه حتى هذه من الأشياء اللي هي بتحبط أو بتقلل من شكل الترويج للسياحة بأي شكل من الأشكال. لأنه إحنا في الأول والأخير بنحاول نعمل يعني بنكثر من السلبيات الموجوده اكثر ما بنحاول نحن نتيح فرصه اكثر للايجابيات، او حتى لاتاحه الفرص، او حتى للترويح
وإتاحة المجال للعائلات السعودية أو حتى للأجانب أنهم هم يقضوا وقت جميل داخل هذا البلد. إذا كان ضيفك الكريم شايف أنه والله لا في سياحة عندنا في البلد ولا عندنا أي شيء مجال موجود وكذا، يعني إحنا عايشين على 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 أرض ما فيها أي مجال للحياة غير أن إحنا نأكل ونشرب وننام. فإذا كان ضيفك الكريم يعني يقدر يفيدنا بأنه كيف نقدر نقضي أيام حلوة في بلدنا، يعني أتمنى نستفيد منه. طيب خلت تسمح لي أستاذ علي رد عليه مباشرة. أستاذ سمير، أنا أنت قلت أختلف معك بأشياء وأتفق، إحنا وصلنا إلى نفس المحصلة ولكن يعني الحديث بطريقة مختلفة. أنا أقول أنه إذا كان في رغبة حكومية لاستضافة أفواج لهذه الأماكن، فبالتالي إحنا يعني ما إحنا أساسا بحاجة للحجاج والمعتمرين لزيارة هذه الأماكن. أغلب أهل هذه البلد لم يزوروا بعض المناطق الأثرية لأنه غير متوفر الخدمات اللوجستية لزيارتها. يعني أنا وياك نتفق في هذه الجزئية. أما يعني النقطة الأخيرة اللي تحدثت عنها بقليل من التهكم، لن أرد بنفس الطريقة، ولكن أنا أقول لك يا أستاذ سمير أنه المقومات اللي تحدثنا عنها في جانب بالنسبة للحجاج والمعتمرين تختلف بالنسبة للمواطن أو المقيم في هذا البلد. يعني على سبيل المثال أنت تقول غير موجودة ونأكل ونشرب وبس، لا، هي القضية مش في هذا الجانب. لا، إحنا نقول أنه في بعض الأماكن السياحية، ولكن تعال نشوف أسعارها الأيام هذه سواء في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الجنوبية. خلنا نشوف الأسعار، خلنا نشوف إيش نوعية الخدمات المقدمة. يعني هل المسألة منك دفاع فقط؟ لا، موجود بعض المدن الترفيهية، موجود بعض يعني الفنادق الجيدة، ولكن كم أسعارها مقارنة بدول الجوار؟ يعني خلنا نشوف الآن الحجوزات إلى دول الجوار، إلى نهاية الإجازة لا تستطيع أن تجد مقعد واحد. يعني أنا أرجع أقول لك يا أستاذ سمير أنه القضية أنه يعني إذا كان لدينا رغبة وخدمات ودعم لوجستي لبعض المناطق، نحن أساس لرغبة لسواح من الخارج، نحن لسنا بحاجة لتسمية المعتمرين والحجاج بسواح دينيون. هذا ما أتكلم عنه أنا. أما بالنسبة من الداخل، إحنا لدينا تجربة على أرض الواقع. خلنا نضع أنا وياك استفتاء ونسأل الناس، يعني ما هي الخدمات المقدمة لهم سياحيا مقارنة بدبي؟ طيب هذا قصدي مثلا. وخلنا نترك دبي، خلنا نقول دول أخرى مثل لا ما عندي مشكلة، لا نأخذ دبي لأن خلاص السعوديين صارت الملاذ بعد مشاكل أخرى في مناطق. ما عندنا مشاكل مع دبي. لا لا لا، بقول لك بعد مشاكل في الدول العربية الأخرى أصبحوا الناس يعني من أول يروحوا لدبي، بس الآن أصبح العدد أكبر. يعني ما عاد في بيروت، ما في سوريا، مصر مرة فوق مرة تحت، الدنيا زي المرقيحة. هذا نص مصري ما لي علاقة. لكن أنا ودي أسألك أستاذ سمير، يعني زيادة على ما قال أستاذ فيصل، أبغاك تتخيل معي وانت طالع تروح مداين صالح كم في استراحة جميلة كذا، قل لي. لأنه يعني الناس يعني كل ذاكرتهم الاستراحات ذيك اللي حماماتها الله بالخير، الله يكرم المشاهدين والمستمعين وياكم. الحب عذاب، جرحني ومريت، شخبطة على الجدران، أماكن عفنة. يعني حطها في بالك برضو قبل لا تجاوب على أستاذ فيصل. نتكلم عن البنية، عن الخدمات. أشكرك على السؤال هذا. أنا متفق معك على فكرة أستاذ علي. الكلام اللي قلته عشان أأكد لك إياه، ما زال الطريق إلى مدائن صالح، الاستراحات السيئة والكتابات الرديئة ما زالت موجودة إلى اليوم. أنا ما أدافع عن هذا الشيء. أنا أقصد بها أنه إحنا عندنا ثروة لكن لم تستثمر الاستثمار الأمثل. إيش اللي خلى ما في عندنا استراحات جيدة؟ ما عندنا مستثمرين مؤمنين وعندهم يقين أنه في استمرارية لأعداد كبيرة ووافدة لهذا المكان. لو الناس تضمن بدون قيود أو شروط، كل يوم يطلع قرار يقول ممنوع يصير هذا الشيء، أو ممنوع الناس تروح لذا المكان، أو ممنوع تسووا كذا، هذا اللي بيخلي المستثمرين يبتعدوا عن أنهم يحطوا فلوس ويقولوا أنه إحنا حنحط ثروتنا أو نحط فلوسنا أو استثماراتنا في مكان يدر علينا في الأول والأخير دخل جيد. لكن طالما أنه إحنا عندنا هذه القواعد وهذه الشروط وهذا الروتين الموجود والبيروقراطية الموجودة، من الطبيعي جدا أنه حتلاقي نحن عندنا الأبجديات، الخدمات السياحية بسيطة. أنا أقصد بها نحن نبدأ، إحنا محتاجين نبدأ، بدليل أنه مدائن صالح أول ما بدأت كانت قبل يمكن قبل 15 سنة كان ما موجود فيها ولا فندق، الحين موجود فيها فندقين.
وبدأوا لأنه كانوا بدأوا يتلمسوا في حركة لنشاط السياحة اليابانية والسياحة الأوروبية. لما توقفت توقفت معها كمان أنه يكون في استثمارات بعمل موتيلات أو فنادق في منطقة مدن صالح وخلافه من المناطق الأخرى. إحنا نبحث عن البداية. أنا أعتقد أنه إحنا لو صدر قرار من قبل المسؤولين في الدولة بتنشيط العمرة بلس مثلا، هذا القرار حيعطي نوع من الاطمئنان ونوع من الأمان للمستثمر أنه يقول والله ما دام الدولة باركت هذا الموضوع إذا تعالوا نحن نستثمر في الطائف، نعمل فنادق، نعمل مطاعم، نعمل استراحات، نعمل أنشط خدمات تتلاس. شركات السيارات وشركات الباصات هيقول لك والله تعالوا نفتح نبدأ نستثمر في الطائف ونعمل. هل تعرف أنه إحنا عندنا مرشدين سياحيين على مستوى المملكة بإمكانه تتاح لهم هذه الفرصة من خلال مثل هذه المشاريع أنهم يشتغلوا ويبدأوا يعملوا ينظموا جولات سياحية في مكة وفي المدينة وفي الطائف وفي مدائن صالح وفي أبها وفي النجران؟ مناطق عندنا موجودة بالإمكان استثمارها إذا سار في استثمار مطمئن. وطالما أنه إحنا عندنا دائما هذا الخوف وذا القلق وهنا ممنوع وهنا ما يصير وهنا ضوابط صعبة، المستثمر يقول لك أنا ما أبغى أحط فلوسي في صناعة السياحة لأنها صناعة إلى اليوم غير مستقرة. أنا أحط فلوسي أو استثماراتي في الصناعة، حديد، اسمنت، سيارات، صواميل، لكن سياحة للأسف الشديد بيبعد عنها. إحنا نبغى من خلال هذه من خلال هذه الفكرة. أنا ما بقول إنه إحنا ما عندنا، أنا أقول إحنا عندنا لكن ما عندنا الخدمات المتكاملة، عندنا الخدمات لكن بسيطة. لو بدأت هذه التجربة إذا من الطبيعي جدا المستثمرين في السياحة راح يحطوا استثمارات أكثر وأكثر. طيب أستاذ سمير، أنت يعني متفق أنت والأستاذ فيصل، بس بسألك من خلال خبرتك الطويلة في هذا المجال، يعني سؤال شخصي شوي، ما مليت، ما تعبت، ما يأست، ما قرفت إذا جاز التعبير؟ والله يا أخوي علي وأنت صديق وأخ وحبيب، يعني برغم كل الصدمات اللي ممكن أشوفها قدامي لكن عندي سبحان الله إيمان وقناعة إنه إحنا قادرين أن نكون الأفضل. صحيح إنه السؤال أحيانا يجيني يقول ليش إحنا لليوم ما إحنا قادرين نسوي الأشياء دي، ليش بنسويها ببطء؟ لكن ما أعرف، وأكد لك إنه هذا اليقين رح يستمر معايا لأنه أنا شايف أمامي كثير من الإشارات الإيجابية اللي بتقول لنا إنه إحنا إن شاء الله راح نكون أفضل. يكفيني إنه في برنامج مثل برنامجك الإنسان ممكن يطلع فيه على الهواء مباشرة يتحاور ويقول رأيه بكل صراحة. نعم. إن شاء الله صوتنا راح يوصل، إن شاء الله حيسمعونا، إن شاء الله يصير فيه تغيير. نعم. أأكد لك تأكيد أخير، إثارتنا فقط لموضوع العمرة بلس إن شاء الله حتشوف نتائجه أخوي علي قريبا. تأكد أصوات مثل أصواتكم إن شاء الله حيكون لها نتائج. نعم. وإن شاء الله فيها فائدة لأولاد بلدنا. نعم. المستفيدين. واجبنا يعني أستاذ سمير، أنا وأنت وفيصل يعني ما لنا فضل في ذلك، لكن هو السؤال أن تعرف الأمور لما نتطول يعني تثبط العزيمة. وأنا اليوم لو أنا قاعد أتخيل لو في مستثمر سعودي يعني أو رجل أعمال سعودي أو مستثمر أجنبي قاعد يشوفنا، كيف ممكن نقنعه يا فيصل بأنه الاستثمار السياحي في السعودية جيد؟ طيب جميل. طبعا أنت يعني حط ببالك القوة الشرائية العالية. نعم. لهذا الشعب. شوف أنا بقول لك شيء، والدليل أنه أسواق دبي يقولون اليومين هذول بيفتحون 24 ساعة بسبب أنه قدوم السعودية. طيب. نعم. أنا يعني وهذه ما قصرت في تاريخ دبي. نعم. ولسه ما هو أكيد. نعم. يعني أسأل أقل سمعنا يعني. لكن يعني في النهاية أنا أقول أن أستاذ سمير وافقني أنك أنت تتكلم عن الإرادة الموجودة حكوميا، فتكلم هو عن المشروع اللي هو تكلم عنه أنه إذا صار في رغبة حكومية، وأيضا قلت أنه ما عندنا شيء، وفي النهاية قال سيبدأ الاستثمار فيه وفي إذا كنت ستبدأ معناته ما عندك شيء. أنا اللي يهمني أرجع لسؤالك الأول، أنا يعني عندنا موسم الحج هذا يمكن لا نظير له في كل دول العالم، يعني تقريبا تجمع لعدد حوالي 4 مليون شخص من مختلف الأطياف من مختلف الثقافات العالمية مجتمعين في مكان واحد لمدة أسبوع لأداء نفس الغرض بنفس الطريقة. احنا يعني ما نقدر نقول انه قد يخلق وظائف دائمة لأنه فترة مؤقتة، ولكن احنا نستطيع استثماره بطرق أخرى. يعني أولا
لتدريب طلاب الجامعات والثانوي. يعني هذا الحدث لا يتكرر في أي مكان في العالم، وملايين من الناس. يعني تستطيع أن تدرب مثلا طلاب الطب، تستطيع أن طلاب الإدارة في كل المجالات، تستطيع أن تدربهم في هذه الفترة أقل من أسبوعين تدريب، يعني أن تستفيد منه. أيضا في مجال التسويقي، يعني احنا ما اتذكر انه في اشياء مميزه ممكن انه يشتريها الحاج مثلا كذكرى من الحج، من موسم الحج، هذا ما يبحث عنها الحاج، فبالتالي يلجؤون لاشياء اخرى على الاقل انه اسمه اشتراها من الشعائر المقدسه. ليش؟ لانه ارجع لنفس حديثي معك في البدايه، انه احنا لا نستطيع ان نفكر بطريقه الاخر عن ماذا يبحث. يعني انا ما شفت من الجامعات استفتاءات مع الحجاج عن رغباتهم، عن احتياجاتهم، عن المواد اللي يرغبون بشرائها من 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 مكة أو من المدينة. شوف، في جهات ترى تبحث بس أوقات ما تعلن. يعني مثلا هيئة السياحة أكيد عندها أبحاث، عندك وزارة الحج أو معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج عنده دراسات. احنا ملينا من الأبحاث اللي ما لها أي تطبيق عملي. معليش يا علي، أنا بقول لك شغلة، احنا خلنا نشوف على أرض الواقع. الناس بنت دول واحنا لازمنا في ابحاث وفي في لجان. ما يصير هيئه السياحه كم لها الان؟ وش المحصله اللي انا ابغاها المرضيه؟ هذه يا استاذ فيصل، هذه اللجنه مهمه. كيف نصير مهمه وش كيف نصير سعوديين بدون لجنه؟ صح، يعني اتفق معك يعني هذا لازم اللجنه موجوده. افهمتني. طيب استاذ سمير، كلمه لك اخيره. ودي اسالك سؤال حقيقي، ودي اسالك من زمان خلال خبرتك ما يتعلق بالعالمية. مثلا لو احد بينضم الى 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 جوله في الكروز او السفينه تمر على اكثر من بلد، هل السعوديه موجوده في هذا الخط او يمرون من عنده ويخلونها مثلا؟ يعني مثلا جده الشرقيه. زمان كان ممكن بعض السفن، بعض الكروزز بتعدي على جده. وكنت اتشرفت انا ان اكثر من كروز وصل الى جده. عدد بعضهم، بعض الكروزز كان يتجاوز 700 شخص في الرحلة الواحدة، بتقضي يوم كامل في جدة وترجع مرة ثانية. مرينا بالتجربة هذه أكثر من مرة إلى قبل سنة. حقيقة توقفت تقديم هذه الخدمة أو التأشيرات لتقديمها للكروزز اللي بتمر في البحر الأحمر. نتمنى أنه يعني صوتنا يوصل بحيث أنه يتم الاهتمام. وكان في إقبال من الروافد. كان في إقبال من الناس؟ والله كان في إقبال جيد. كانت الكروزز توصل، كان بيطلع معانا في الرحلات 600 500 شخص بينزل بيقضي معانا يوم كامل من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 5 العصر. بنعمل لهم جولات متكاملة بزيارة مدينة جدة، المنطقة التاريخية والمتاحف، واستمتعوا بوجبة غدا ويكملوا جولتهم في مدينة جدة على الكورنيش بالكامل، ومن ثم يرجعوا على الباخرة حقتهم. وكان فيها الفائدة الكبيرة جدا، سواء إذا كان التعريف بجمال بلدنا وفي نفس الوقت فائدة تجارية لكل المستفيدين. نعم. من عناصر. نعم. الخدمات السياحية. نعم. لكن أبغى أنهي حديثي لضيفك الكريم، وشكري لك أستاذ علي. إحنا نبغى نكون في المنطقة الوسطية المنطقية، يعني لا نكون متحاملين جدا ولا نكون مجاملين جدا. إحنا ما بنقول إنه إحنا ما عندنا بنية أساسية أبدا سياحية، وما نقول إنه إحنا أفضل من الآخرين، ولا خلينا أعترف لك إياه بكل صراحة، أنا شخصيا أرى إنه إحنا لسنا أفضل من دبي. لكن إحنا في المنطقة الوسطية اللي بنقول إنه عندنا بعض الإمكانيات، وبل عندنا إمكانيات جيدة، محتاجة فقط إلى بعض يعني التسهيلات في الضوابط والقوانين. يعني ما حد يقدر يقنعني إنه مدينة مثل جدة ما عندها مقومات السياحة، اللي ينقصها بعض الضوابط، تسهيل بعض الضوابط. مثال بسيط، إذا كان دبي اليوم تبغى تقرر أنها تعمل الخدمات الـ 24 ساعة من التسوق، أنا أحب أطمنكم أنه مكة المكرمة والمدينة المنورة من عشرات السنين وهي تقدم. نعم. هذه صحيح. الخدمات صحيح. روحوا المنطقة المركزية مكة والمدينة 24 ساعة بنقدم نحن خدمات التسوق. إذا معناها السائح اللي بيجي سواء صنف سياحة دينية أو سياحة تجارية، السائح اللي بيجي لمكة المكرمة والمدينة المنورة بيأخذ هذه الخدمات. جدة لها 3 سنوات بتقدم خدمات الـ 24 ساعة بالذات في الأعياد. تعالوا كلكم على الأسواق وشوفوها، بتقفل الساعة 3 و4، بتقفل ساعتين 3 وترجع تفتح مرة ثانية وتكمل المسيرة. أنا ما بقول إنه إحنا سيئين جدا، ويعني وأخذ الجانب المحبط، ولا أقول إن إحنا جيدين جدا وأخذ الجانب المنافق.
لكن أبغى أقول إن إحنا يا أستاذي الفاضل يا ضيفنا الكريم بلدنا حلوة، صحيح إن إحنا عندنا بعض القصور لكن عندنا بعض الامتيازات. أنت حاب، أنت عاشق لوطنك، وأخونا علي حابب وطنه، وأنا مثلكم كلنا عشاق لبلدنا. نبغى نقول بكل صراحة نحن ممكن نكون الأفضل، أعطونا الفرصة نشتغل عشان نكون بلد سياحي مميز، أعطونا الفرصة. نعم. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ سمير. أي يعني أستاذ سمير، نعم باختصار شديد يا أستاذ سمير يعني يتكلم أنه أنا لما أقول ما في مقومات سياحية لا يعني أنه البلد ما في شيء أو أني أنا جالس أذم، أنه أقول مقومات سياحية ما في، بس إحنا نتكلم عن جانب سياحي فقط. إذا كنا ما نبي نقارن في دبي، تعال من جدة شمالا إلى ما نوصل يعني حقل، شوف في المقابل خلنا نقارن مع مصر كيف استغلت الشواطئ هناك، احنا ما استغلنا اي شيء. اسال اي مستثمر ليش ما يقدر، عند كثير منهم عنده رغبه انه يبني هناك منتجعات شواطئ، شوف صورها موجوده في الانترنت، من اجمل الشواطئ في العالم، اساله ليش ما تقدر. هو لو بنى اوكي كيف بيجيب السياح من خارج؟ ما في سياح من الداخل يبحثون عن منتجعات. شوف المنطقه الشرقيه مثلا في منتجعات مليانة فل. نعم. حجوزات فيها فل. نعم. بس ليش ما في استثمارات مثلا على الجانب اللي هو الأفضل مناخيا وشاطئيا، فمثلا على البحر الأحمر لم يستثمر. اسأل أي مستثمر عنده رغبة، وفي كثير منهم بالعشرات عندهم رغبة ببناء منتجعات لكن ما هم قادرين. نعم. اسألهم ليش؟ اسألهم ليش؟ ليش؟ أنت تدري صحفي اقتصادي. صحفي اقتصادي، بس اسألهم ليش يعني. لا إيش المشكلة يعني، في أحد هنا ما في أراضي. أي هذه عاد مشكلة. أي. مش طيب. يعني مئات الكيلوات المترات ما فيها. جميل. شكرا لك أستاذ فيصل عبد الكريم على حضورك. شكرا لك أستاذ سمير قمصاني على حضورك. أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا. يا هلا. ألقاكم يوم السبت، واستمتعوا بإجازتكم سواء في السعودية أو خارج السعودية، أهم شيء تكونوا مبسوطين وتكون الأحزان بعيدة عنكم. في أمان الله.